الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو الأمير يبرق مهنئا الحجرف بتجديد ثقة المجلس. الحجرف يحوز ثقة المجلس ب 32 صوتا من أصل 48 وتأييد 16 لطرح الثقة. هايف يعد باستمرار متابعة ملف قروض التأمينات الاجتماعية في دور الانعقاد المقبل. ورياضيا، الكويت تستضيف كأس آسيا لكرة اليد 2020. ومن العناوين إلى التفاصيل: بعث سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية إلى وزير المالية نايف الحجرف، أعرب فيها عن خالص التهنئة بتجديد الثقة بالوزير من قبل أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المجلس. وأشاد سموه بما تميز به أداء الوزير الحجرف من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب وبممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضري للوطن العزيز. وكان مجلس الأمة قد جدد ثقته بوزير المالية نايف الحجرف بأغلبية 32 صوتا من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير. اليوم بالتأكيد هو يوم ديمقراطي من الطراز الأول، مورس فيه أرقى ممارسات الديمقراطية مارس الشعب الكويتي من خلال ممثليه، حقوق دستورية نص عليها الدستور، تعاملنا كحكومة مع هذه الحقوق بكل احترام وبكل تقدير، انطلاقا من القسم العظيم الذي أقسمناه بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة. لله الحمد، الثقة التي حصلنا عليها اليوم المرة الثانية في أقل من شهر هي مسؤولية أكبر على عاتقنا، أن نكون مخلصين للوطن والأمير وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق ونذود عن عريات الشعب ومصالحه وأمواله. بحمد الله دائما ونكرر الحمد لله على نعمة الكويت، تبقى الكويت المتميزة بديمقراطيتها، المتميزة بشعبها، المتميزة بممارستها، المتميزة أيضا بإعلامها. وبالتالي نحن اليوم ننظر إلى المستقبل، هذه محطة قد طويناها ولكن ننظر في المستقبل، رائدنا دائما خدمة الكويت ووضع مصالحها العليا فوق كل اعتبار، رائدنا دائما تعزيز خدمة إلى المواطن الكويتي الكريم. أقسمنا على حماية المؤسسات التي نشرف عليها كوزير المالية، هي مؤسسات الشعب الكويتي ونحن مؤتمنون على هذه المؤسسات. سنستمر إن شاء الله بكل ما نستطيع إخلاصا لهذا الوطن الكريم ولشعب العظيم، ولاء ووفاء للقيادة السياسية التي منحتنا هذه الثقة، واحتراما كبيرا لجميع أبناء الشعب الكويتي، الكبير قبل الصغير، البعيد قبل القريب، مؤمنين تماما بأن الكويت أكبر وأبقى وأسمى من الجميع، وما نحن اليوم إلا مؤتمنون في خدمة الكويت والشعب الكويتي الكريم. أكد النائب محمد هايف استمرار متابعته قضية إسقاط فوائد قروض التأمينات الاجتماعية عن المتقاعدين، مشيرا إلى أن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سيكون أولوية له في دور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى أن جلسة اليوم أوضحت للشعب من في صف المتقاعدين ومن هو مع الوزير. اليوم للأسف كان فيه توزيع أدوار بين بعض النواب وإعطاهم المادة طبعا المعروفة من الحكومة كما هي العادة، لكن المؤسف أن الدغباسي يصف من أقاموا الندوات وحذروا من الربا ودعوا لمحاربة الربا بفرقة حسب الله، غيرها من المواقف التي لم نتوقعها من أخينا نايف مرداس، والكلام اللي دار غير صحيح وغير موفق ويخالف الواقع. ونحن تحدثنا بشكل مفصل في الندوات عن الأحداث التي حصلت، لكن المواقف اليوم أنا لست حزين عليها، ولكنها كشفت الأقنعة ووضحت للشارع الكويتي من في صف المتقاعدين ومن هو مع الوزير. لكن المؤكد أن هذه القضية لن نهملها وسوف تعاد في دور الانعقاد القادم
مهما كان الوزير. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي 15 لمجلس الأمة، وقال الغانم إن الظروف الإقليمية الدقيقة وما تتمخض عنه من استحقاقات سياسية وأمنية تتطلب من المجلس والحكومة ممارسة تتصف بالنضج وعملا يتسم بالمسؤولية وأداء يرقى إلى مستوى التحديات. وقال إن الأوضاع الماثلة ونذر التصعيد العسكري في المنطقة تحتم على أعضاء الحكومة والمجلس التصرف كرجال دولة مؤتمنين على مصالح البلاد. وقال إن البرلمان والحكومة مطالبون بترجمة الوعود التي صيغت على الورق إلى مكتسبات محسوسة يشعر بها المواطن في كافة مناحي الحياة، سياسة، اقتصادا، وإدارة، ومجتمعا، وثقافة، ورياضة، وكل ما يحتاجه الإنسان لضمان العيش الكريم والحياة المثالية. بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الحكومة ستعكف خلال فترة الصيف على إعداد برنامج عملها لدور الانعقاد المقبل. الحمد لله اليوم انتهى دور الانعقاد وانتهت كل الممارسات الديمقراطية الحقة اللي دارت في خلال دور الانعقاد من استجوابات ومن مناقشة تقارير اللجان المختلفة ومن والجواب والردود على أسئلة برلمانية ومشاريع قوانين مثل ما ذكر الأخ رئيس مجلس الأمة. والآن احنا كحكومة بإذن الله سنعكف خلال فترة الصيف لإعداد برنامج عملنا للانعقاد الأخير القادم، ولجان المجلس الوزراء سوف تعمل بكل جهد لإعداد لدور الانعقاد القادم حتى يكون دور الانعقاد في مجمل من الإنجازات والتشريعات اللي تخدم المواطن والمواطنين. أعلنت وزارة الداخلية أن قطاع الجنسية والجوازات أضاف خدمات جديدة تقدمها مراكز خدمة الجواز الإلكتروني، وبدأ العمل بها اعتبارا من بداية يوليو الجاري في المحافظات الست. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة إن مراكز خدمة الجواز الإلكتروني ستقدم بالإضافة إلى المعاملات الخاصة بالجنسية والجوازات استخراج الجنسية لأول مرة، إثبات الجنسية لمن دون عمر 18 سنة، تعديل المهنة والاسم بالوثائق الرسمية، خدمات تجديد واستخراج الجواز الإلكترونية. وأشارت إلى أنه سيتم إضافة خدمات جديدة للمواطنين سيتم الإبلاغ عنها لاحقا، منها استخراج البطاقة المدنية، إصدار شهادات الميلاد، إصدار شهادات الوفاة، وإضافة مولود. وأشارت الإدارة لأنه تم تخصيص مركز خدمة الجواز الإلكتروني في منطقة غرب مشرف مبارك العبدالله لاستقبال الطلبات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يتم إنهاء معاملاتهم بالمنزل أو المستشفى وذلك حسب حالة صاحب العلاقة. اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة اليد الكويت لاستضافة بطولة كأس آسيا في يناير 2020، وجاء ذلك بعدما قرر الاتحاد الدولي للعبة رفع الإيقاف بالإجماع ونهائيا عن كرة اليد الكويتية خلال انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد في السويد.